جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثقة في والي ولاية النعامة لوناس بوزكزة لمواصلة مهامه في تسيير شؤون الولاية عقب الحركة الجزئية التي أعلن عنها، وبهذا يكون مسؤول الجهاز التنفيذي لولاية النعامة قد كسب الرهان في مواصلة جهود التنمية وتحقيق مطالب المواطنين والعمل على تنفيذ ما هو مسطر له ضمن أجندته التنموية، خاصة ما تعلق بالاستثمار والفلاحة، ولا يتأنى هذا إلا إذا تضافرت الجهود من منتخبين ومجتمع مدني الذي يعد إحدى ركائز تحقيق التنمية. ملفات تمت معالجتها وأخرى لا زالت تحت المعالجة، سيواصل والي ولاية النعامة الفصل فيها تنفيذا لتعليمات وتوجيهات القاضي الأول للبلاد.